النبي عليه الصلاة والسلام وقف مرة على المنبر فقال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، ارجوكم ركزوا مع هذا الحديث، هذه الكلام قاله الرسول قبل موته بثلاث ليالي. صعد على المنبر في المدينة، كل ما شفتم منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده تذكروا هذه الخطبة، فقال: يا ايها الناس، ان موعدي معكم ليس في الدنيا، مو بهنا، ان موعدي معكم هناك عند الحوض. انا ابغاكم تتخيلون الرسول يتكلم، مو بدر المشاري، ان موعدي معكم عند الحوض هناك. مريض الرسول يخطب الخطبة في اواخر حياته، ثم اطرق، نزل راسه. يقول الصحابة: فكانت عمامته ذؤابتها قد غطت وجهه، فرفعها فقال: وكأني انظر اليه، يعني كأني اشوف الحوض، وكأني انظر اليه الان من مقام هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام كلماته المشهورة: آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، ثبتكم الله. الرسول يستشرف ويتنبأ ويخبر أمته ويخاطبها وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يعرف، كأنه يرى المشاكل والأزمات التي ستمر بالأمة. ولذلك في موضع قريب من هذا قال: والله إني لا أخشى عليكم الفقر. الفقر مشكلة وتعوذ النبي منه، لكن قال: والله إني لا أخشى عليكم الفقر، ولكن يخشى عليكم إيش؟ الدنيا، أن تفتح عليكم. ترى تفتح هنا صيغة مبالغة، بعض الناس يتوقع أن تفتح يعني أرزاقها، لا، المعنى أشمل، تفتح بحروبها، تفتح بفتنها، تفتح بمشاكلها، تفتح عليكم فتهلككم كما أهلكتهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في موضع أيضا قريب قال: يا رب، أمتي أمتي. يخشى على الأمة عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم كما أوحى له ربه ماذا سيحدث لأمة. الرسول يقول: زويت لي الدنيا فرأيت ملك أمتي وما يكون فيها إلى قيام الساعة. شاف أحداثها وسبر مشاكلها وأزماتها.